نورا، ب20 من شهر كانون الثاني أقام اتحاد الناشرين السوريين حملة لتخفيض أسعار الكتب للقارئ بسوريا. هالحملة عم تشمل جميع المؤسسات والدور المنضوية ضمن الاتحاد. لنتعرف أكثر عن هي الحملة معنا الأستاذ هيثم الحافظ، رئيس اتحاد الناشرين السوريين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك وأهلا بالسادة المشاهدين بحملات اجتماعية هدفها دعم والمتابعة لدعم القراءة والثقافة. نعم، يعني خلينا مثل ما قلت، يمكن كثير من الحملات اليوم عم يتشارك الشارع السوري الشعور يمكن ببعض، ومنها الحملة اللي عم تطلقوها حاليا. خلينا نحكي ايمت بديتم بتحضير لهي الحملة والهدف الأساسي منها. هلا خلينا نحكي اول شيء الهدف الاساسي منها. الهدف الاساسي اكيد هو اول شيء دعم المواطن السوري، دعم القراءه، دعم الثقافه، تلبيه احتياجات المواطن من خلال الكتاب باسعار تتناسب مع الجميع. ربما الان صرنا نقول بهي الحمله اسعار، مو بس كلمه تتناسب، يعني اسعار هي قريبه من كل الامكانيات، أسعار مقبولة صارت. وقت منها منقول على الكتاب في عنا حسومات 50% و60%. نحن عملنا تقريبا تشاركية مع حملة وزارة الأوقاف اللي أطلقتها وزارة الأوقاف، ونحن عملنا نفس الفكرة تماما، ولكن طورناها شوي بموضوع اللي أطلقناه زكاتك خفض أسعارك. طبعا هذا الشيء اللي سويناه ما هو فقط على الكتاب، وهذا كانت هي ميزة هذه الحملة، على الكتاب، على الوسائل التعليمية، على اللوازم الطلابية، ملخصات، على قرطاسية، على كل الأدوات الهندسية. مثلا عملنا تقريبا، انطوت تحت هاي الحملة تقريبا أكثر تقريبا من 1000 شركة وصلها هذا الموضوع وتابعت معنا بشكل إيجابي، نزلت هذه الأسعار، تجاوبت معنا بشكل واضح. عنا نحن الناشرين أيضا اللي عندهم مراكز تسويق ومراكز وصالات للعرض وبيع الكتب، منهم أعطى حسومات 50، منهم أعطى حسومات 70، منهم أعطى حسومات 80%. وميزة الحملة إنه هي مستمرة من 20/1 إلى 20/2، هذا عم يعطي مصداقية للحملة. وعلى فكرة أنا اللي أنا شايفه من خلال تجربة هالأيام الأولى للحملة إنه ممكن في إقبال، الإقبال الكبير يخلينا ممكن نمددها أيضا أكثر ونرفع. نعم. من سويتها ممكن نقدم شيء، يعني في إلها الآن رؤية جديدة بخلال هذا الشهر، ممكن كمان نطلق من خلال الحملة أشياء أخرى. نعم، خلينا نحكي لك، بما أنه حكيت عن المجالات اللي بتضمها الكتب، خلينا نعم. نشوف وين متواجدة هي الكتب المشاركة بالحملة. تمام، نحن طبعا المركز الرئيسي والأساسي لدور النشر وللمكتبات هو منطقة الحلبوني. منطقة الحلبوني تقريبا فيني أقول جميع المكتبات عم تعطي بها الحسومات هي وعم تقدمها. المنطقة الثانية بدمشق نحن عم نركز، المنطقة الثانية كانت متفاعلة معنا بشكل كتير واضح، منطقة المسكية كان إلى 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 تواصل معنا بشكل واضح. يمكن عم تختار مناطق شعبية هي إلى ارتكاز تماما، صحيح، ارتكاز شعبي وجماهيري لها، وهي في إلى طلب عليها. أيضا في مكتبات كبيرة بجرمانة، بالمزة ساهمت معنا، بتقريبا حتى بالآبون كان في عنا عدة مكتبات ساهمت معنا. فنحن حاولنا نعمل شيء توزيع بكامل الجغرافيا دمشق. لكن أنا بدي أكد لكم أيضا بحمص في دور نشر تواصلت معنا وعملت نفس الحملة في حلب كمان. الآن مبارح محكي معي مكتبة من السويداء كمان بدهم يدخلوا معنا الحملة. أنا برأيي مستمرة. أميز ما يميز الحملة تبعنا أنه هي ليست فقط مقتصرة على الكتاب، على كل الأدوات. أنا سميتها أنه كل الأدوات الثقافية التي يحتاجها المواطن. يعني اليوم كنا نتمنى حتى هذه الحملة أنه نحن نستطيع نساويها ربما بأوقات موسمية،
يعني مثلا مثل موسم القرطاسيه مثل سنويا حتى مثلا يستفيد منها اكبر الشرائح، لانه بصراحه الهدف الاساسي منها هو دعم اجتماعي للمواطن، وهذا اظن واضح يعني، وهي حمله حقيقيه ليست حمله وهميه، ليست حمله المقصود منها الاعلان والاعلام فقط، لا، هي حمله مقصود منها عمل اجتماعي، تقديم خدمات حقيقية للمواطن. مثل ما قال يمكن زينب الأستاذ حافظ، كثير من الحملات عم نشوفها هي إلى أثر اجتماعي ودعم اجتماعي، هي حالة وثقافة اجتماعية عم نشوفها بالآونة الأخيرة بالظروف الصعبة اللي عم تعيشها سوريا خلال الحرب. ممكن نشوفكم قريبا كمان مشاركين بحملة دعم الليرة السورية، يعني هذا هي بوابة للانطلاق والمشاركة مع المجتمع الأهلي بهي الحملة. أنا لقلك على شغلة، أنا اليوم برأيي الشخصي حملة دعم الليرة السورية حملة مهمة جدا جدا جدا، ربما قريبا نحن كاتحاد ناشرين حنعمل ونعمل إطلاق حملة لدعم الليرة السورية، وستستمر هاي الحملة كمان. نحن أنا ما مع أن تكون وميض، أنا مع أنه تستمر يوم اثنين ثلاثة أربعة، ممكن تستمر شهر، حتشاركوا يعني نحن حنشارك، وأنا حقلك أنا على الآن على الهواء مباشرة، نحن كدار الحافظ نحن كالشركة تبعنا حنعمل حملة دعم الليرة السورية يوم السبت القادم من الساعة 12 حنبدأ بتوزيع قصص أطفال للمؤلفين السوريين والقصة بليرة. هذا الكلام يوم السبت القادم الساعة 12 حينطلق مراكز التوزيع، توزيعنا بالحلبوني، نحن عندنا 4 مراكز توزيع في الحلبوني لدار الحافظ موجودين، حنعمل يوم السبت الساعة 12 من طبعا السبت الساعة 12 إلى 8 مساء. أنا بوعدكم أنه هذا الكلام حيكون مو بس لدار الحافظ، لكل الناشرين السوريين، بس الخطوة الأولى من عندكم، الخطوة الأولى نحن حنبدأها وحنكون نحن موجودين معكم يوم السبت، وحيكون وليش أنا اخترت يوم السبت؟ لأنه هو يوم عطلة مشان يستفيدوا منه هن الأطفال، والساعة 12 مشان تكون شوي الأجواء رأيت وحسنوا ينزلوا عنا، وبتمنى أن يكون فعلا في حقيقة في إقبال للجمهور بهذا اليوم عنا بشكل واضح. يمكن نور كل خطوة هيك من أي يمكن مؤسسة أو دور نشر هي خطوة إيجابية، حتى يعني بتفيد المجتمع مثل ما كانت عم تحكي نور، المجتمع المحلي والأهلي بالتكافل والتساند لبعضهم. خلينا نحكي يعني أنت قلت لنا السبت هلأ وعد على الهواء، خلينا نحكي شوي كمان المواضيع اللي ممكن تدعموها أنتوا اليوم كاتحاد ناشرين سوريين بخطط جديدة لألفين أو 20. شو هي المواضيع اللي حابين انه مثلا تنشروها؟ هل في فتح ابواب جديده لمواهب شابه كمان؟ تمام، في دعم الى مثل دعم الليره بس هذا مو دعم بليره. خليني احكي بس اكد على فكره اساسيه، اليوم نحن ما بيخفي على حدا، نحن اليوم ببلد يعيش ازمه اقتصاديه، صحيح. وعندما تكون اي اسره اي مجتمع اي حاله من الحالات في ازمه اقتصاديه، يجب أن يكون جميع الأفراد هذا المجتمع في تكاتف. يعني أنا اليوم بكل صراحة وأمانة، وأنت اليوم عم تشوف هذا الحالة الاجتماعية الراقي، هذا الخير اللي عم يعم على الجميع بغض النظر. هلأ ربما على فكرة وأنت عم تقولي نحن اليوم عم نشتري كيلو، مثلا لما أسمعنا بالتقارير كيلو الجبنة بليرة، هذا خسارة للتاجر، لكن لكن هي عمليا وحقيقة هي ليست عملية خسارة، لأنه أنت هي عملية ربح، لأنك أنت عم تقدم الخير للمجتمع. ونحن كلياتنا هدف أعمالنا يجب أن تكون طبعا في هدف ربحي، لكن هدف خيري، الهدف إنساني، هو اللي بده يكون يطغى على كل العمل التجاري الثقافي البنائي الاقتصادي أي عمل حتى الصحي. يعني أنا بتمنى وبنادي معكم كلياتنا اليوم نشوف الأطباء، يعني شارك وبلشوا الأطباء يعني بحمص بلدية بدمشق ضمن الحملة المعينة بليرة، بلشوا معنا مثلا حملة، نحن حملة حقيقية وتكون مساهمة معنا الجمعيات مو شرط الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية عم تقدم وعم تساهم، بس في جمعيات إنسانية، جمعيات تقدم، الاتحادات، النقابات، المنظمات، لأنه على فكرة هذا المجتمع الأهلي، المجتمع المدني اللي هو هدفه قيادة هذا المجتمع بالذات من بواقع، وبيكون أنت أمامك أزمات،
بالواقع العادي ربما نحن لسنا بحاجة إلى هذا العمل. نحن اليوم سوريا، سوريا هي بلد الخير، هي بلد الخير بشو؟ مو بس بالأرض، ومو بس بالثمر، ومو بس بالمطر، لا، أرض الخير بالإنسان تبعها. يعني الإنسان تبعها هو ما يقدم الخير. نحن لذلك كشعب شعب طيب. تماما. لذلك هذا الكلام هو اللي نحن نبني عليه. وأنا بأكد لك بالنسبة للأعمال القادمة لاتحاد الناشرين، نحن اليوم أمام ترتيب شيء مهم للكتاب الشباب وكثير من الناشرين. ونحن قلنا أنه نحن هالسنة سنة 2020 حتكون سنة هدفها دعم الكاتب الشاب من خلال قبول روايات له، من خلال قبول الكتاب والرسامين والمصممين ونشر أعمالهم في سوريا والعالم العربي. تشمل نشر البحث العلمي كمان؟ بنشر البحث العلمي. واليوم على فكرة اليوم الكتب العلمية هي أهم كتب اليوم اللي عم يستقطبها الشارع السوري. وأنا هذا الكلام قلته في أكثر من مناسبة. نحن اليوم خلينا نأكد بهذه الزاوية وبهذه الإطلالة اللي خلال قناتكم الكريمة، إنه نحن لصناعة كاتب، وكتير مهم إنه نحن نقدم ونبني لصناعة كاتب ونساوي شيء جديد ونقدم هدول الكتاب الشباب برؤية جديدة ونرفع من سويتهم ونشوفهم كلياتهم مع معرض مكتبة الأسد القادم يلي غالبا حيكون في منتصف شهر 9. يعني يمكن قال الأستاذ حافظ زينب خطط كبيرة لعام 2020 هي بدايتها دعم المواهب والكتاب الشباب. يمكن جدول أعمال طويل لعام 2020، خلينا نحكي عنه شوي. جدول أعمال 2020 شوفي، نحن أول شيء كاتحاد ناشرين نحن لازلنا مساهمين ومشاركين في المعارض العربية. أنا بكرة مسافر لمعرض القاهرة، افتتاح معرض القاهرة دول الكتاب. مشاركة سورية هي الأولى عربية، حلو. وهذا على فكرة بده يعزز تواجدنا السوري من الناحية الثقافية والعلمية والتواجد الأدبي الحقيقي. نحن اليوم بعد منا طالعين لمعارض عربية، عندنا معرض مسقط، عندنا معرض تونس، عندنا معرض العراق، عندنا معارض مهمة جدا، وتواجدنا السوري كتير مهم. أيضا تواجدنا مو بس بالكتاب، بالكتاب وبالنشاطات الثقافية المصاحبة. يعني اليوم بمعرض القاهرة عندنا أكثر كسوريين أكثر من 10 نشاطات سورية موجودة ومشاركة في المعرض القاهرة، أيضا في المعارض الأخرى. أيضا نحن عم نأسس، نحن ونحن بخلال هذا النشاط الثقافي اللي ماشيين عم نأسس إلى تنمية ثقافية كبيرة من خلال معرض مكتبة الأسد القادم. وأنا بوعدكم معرض مكتبة الأسد القادم حيكون فيه أكثر من 30% من إنتاجات كتاب لشباب كتاب ودعم المواهب الشابة. حتكون في معرض مكتبة الأسد وحيظهر معكم إنه شلون حقيقة في تغيير حقيقي من خلال استجابتنا للميول القرائية للمجتمع السوري. وهذا صرنا نحن سنتين عم نشتغل عليه، عم نحاول نقدم للمجتمع السوري ما يرغب، عم نحاول نقدم للكاتب السوري نقدم الكاتب السوري لقراءه. خاصة أستاذ يمكن أنه بالفترة الأخيرة كتير لقينا مواهب صعدت ومواهب يعني من رحم تجارب وألم ومعاناة وحب وصمود، يعني ترجمت للغة كتير جميلة اليوم. هذا هو شعبنا، هذا هو نحن اللي ما بيأثر فينا لا الأزمات ولا الحروب. نحن على فكرة، وأنا بدي لكم شغلة مفرحة، نحن وقت منروح لدول منقول هذا الجناح أو هذه الكتب صدرت في سوريا، بيقول لك هذه سوريا الآن اللي تعيش الأزمة الاقتصادية أو هذه سوريا اللي تعيش الحرب مثلا. نحن العجلة الاقتصادية ماشية والعجلة الثقافية ماشية، الناشرين جميعا عم يحاولوا يقدموا كل اللي عندهم. اليوم اتحاد الكتاب العرب واتحاد الناشرين عم يحاولوا يعززوا من تواجد المبدعين السوريين بشكل واضح وواضح حقيقة معكم انه هذا التواجد تواجد حقيقي، ليس تواجد من اجل التواجد. ونحن في شغلة مهمة، كتابنا ما عم يطبعوا ويكتبوا كتب بس من اجل الكتابة والطباعة، لا، كتبنا مقبولة ومقروءة
ويتوافد عليها القراء بكل العالم العربي، وأصبحت تطلب بالاسم، وهذا كلياته له علاقة بتعزيز وقيم نبيلة من قيم المجتمع السوري يلي كلياتنا نحن عم نشتغل عليها، ومو بس بدمشق، بدمشق وبحلب وبحمص. هو اتحاد الناشرين لكامل سوريا. اليوم في عنا دور نشر واعدة جدا 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 بسويدا. أنا اليوم عندي أكثر من 20 دار نشر جديدة عم تظهر بسويدا. اليوم عندي حوالي 7-8 دور نشر من حمص كمان جديدة. اليوم عنا دور نشر مهمة قديمة كانت مبتعدة عن الساحة بحلب، اليوم بدأت هذه دور النشر تظهر على الساحة، وقريبا حتشوفوا معارض للكتاب أيضا في المحافظات السورية. إن شاء الله هذه أكيد. قريبا جدا إن شاء الله أكيد أستاذ، يعني نحن بنتشكرك على وجودك معنا وعلى إطلاقك الحملة اليوم السبت كمان لجميع الكتب المخصصة للأطفال. إن شاء الله تعالوا لعنا وتعالوا القصة بليرة، يعني القصة بليرة بالحلبوني إلا بالحلبوني بدار الحافظ. تعالوا لعنا وحيكونوا الأطفال معكم، حتشوفوا بكرة. أنا حعمل لها بخلال هاليومين هدول البقيانين اليوم وبكرة ترويج من خلال منصاتنا كدار الحافظ، حتلاقي إنه المساهمة حتكون كتير منيحة. تعالوا لعنا وعملوا حملة معنا وساهموا معنا بهذا الواقع، بحيث إنه كمان نعطي تحفيز للمكتبات. هي خطوة تشاركية، الكل عم يشوف الآخر وعم يحاول يشارك من خلال مساهمته البسيطة. نشكرك بالختام على وجودك معنا. أكيد رح نواكب جميع نشاطات الناشرين السوريين بجميع أيام السنة. شكرا كثير لك. الله يخليك، وأنا بشكركم، ونراكم يوم السبت الساعة 12. القصة بقديه؟ بليرة. بليرة. شكرا كثير.